لا 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 بنعمل اطول علم في العالم. مش انت بتدي احكي فين لا دي لا عند دي تحت ما شاء الله 1000 متر كل محافظه كل محافظة بتشارك ب500 متر والهدف ان احنا نسجل اطول علم في العالم لمصر ونعمله هدية على ارواح الشهداء بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة والمؤسسة بتشارك معانا النهاردة وعايزين كل الصم في كل مصر يوقع على العلم ويهدوه عشان اسمك يبقى متسجل على العلم دي حاجة جميلة ان انتوا تبقوا مشاركين في احتفالية بتاع قناة السويس سامي انت بتشدنا لما تمسك نفسك بعد الوقت ايوه انا جام بالله اكبر عشان بطل ايه؟ اوعى اوعى اوعى